كيف يوجه في النص في إدخال الله عز وجل الجنة لأقوام في قلوب مثقال ذرة من إيمان؟ هؤلاء ما تمكنوا من العمل، عندهم إيمان ويقين لكنهم لم يتمكنوا من العمل، ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل. أما اللي ترك العمل مختارا، ترك الصلاة وترك العبادات مختارا، هذا ما يكفي أنه مؤمن بقلبه لأنه ترك العمل. نعم، ترك العمل وهو قادر عليه ومختار لتركه. نعم.